خمسة وثلاثين. يعني اسمي صاحبي من مغرمة بضربة العصافر طيور سواء كناري ولا الكناريات ولا المقنين. وسوق قديم هذا سوق قروين راه مش جديد، ما هو تحول جديد هنا تحول للبلاصة هذه ولا دار طابة. أنا بلاصته الأصلية قبل كانت مقابل جمعة الزيتون نهار الجمعة، هذا التوقيت نتاعو ما تبدلش. سوق معروف تجي العباد من كل بلاصة في وقت سيزون تاع خدمة العصافر. الغرام القراوة معروفة على العصافر، تدخل البلاد العربي فماش حانوت ولا دار ما فيهاش عصفور ما فيهاش قفص، مستحيل يعني عبارة واحد بالصغار سوى مقنين يعني طير الحصون وإلا الكنالو كنالويات. بالنسبة فوق قروين كاملة تربي العصافر معروف عليها من قديم، من أول الناس اللي تربي العصافر اللي جابوهن هو ديجا تربية العصافر عنا في تونس من حاجة داخلة علينا راي، فهمت مين؟ جابوهن اسبانيول جابوهن الفرنسيس حاجة داخلة علينا، أما ولت عندها تقاليدها. تو قروين معروفين يعني الناس عندها وذنين تسمع مليح، خاطر العصافر فيها لغة سواء في الكنالويات ولا في المكنين راهي فيها لغة، والقراوة معروف عليهم يعرفوا يسمعوا ويعرفوا يصنتوا ويعرفوا يطلعوا لغة صحيحة لغة مزيانة شباب. معروف عنا كما الباطني والذرعاوي وعصر المساقات، يعني مش حاجة جديدة علينا الحكاية هذه. الترقيد الكراك نتاع العصافر تقريبا ما عندوش ضغط معين بالضبط، اما كي تبدا العصافر حاضر نجم يبدا حتى من ديسمبر من نوفمبر بريسك من راس العام يبدا يرقد في العصافر حتى لجوان لجويلي فما الانتاج. وتبارك الله معناها فما برشا ناس تسترزق منه، معناها الانتاج نتاع العصافر برشا ناس يسترزقوا منها. من هاي كان راهو ما يتصنتش، هو من اصله متصنت مليون في العظمه نتاعو، اما بالنسبه للمكن يتصنت. عندنا تسجيلات قديمه معناها ماخذينها الجيل على جيل، فهمتني؟ تسجيلات قديمه ماخذينها وصنتوا بها وديجا موجوده حتى في الانترنت او تصنيتها، معناها تدخل للتصنيت تاخذ طرقه نتاع قروين طرقه صفاقسيه طرقه توينسه وكل طرقه متميزه باللغه نتاعها. الاصل تسمي على المنطقه اللي موجود فيها، الباطني والذريعة متسمي على المنطقة نتاعها، اللغة متسمية على المنطقة هذيك. يعني كل العصافر المنطقة عندها لغتها. عندها لغتها، مش الكل كيف كيف، تختلف على بعض. تختلف حتى في المنظر، حتى في الشكل نتاع العصفور. يختلف مش كيف كيف. تنجم تطلعوا أنت تشوف منظر وتقول هذا مين؟ إيه. يطلع العصفور. المغرمة بالمقنين يطلعوه، أنا هو كل عصفور مناجيه. أما توا وقع برشا كروزمون في العصافر تخلطت برشا. مش كيف خلطت العصافر. العصافر تو سوق الجمعه هنا فهمتي ولا هذا هانو فهمتي عصافرنا تو هاني الباهيه تقطعت ما قعدتش قعدوا كان كعبات هكاك برا فهمتي ولا الريشه الباهيه ما قعدتش فهمتني. بالنسبه للي انا هاني نخدم هذاك بدينار باب ديوان بدينار فهمتني. بالنسبه انا نخدم الاكسسوار فهمتني، ما كنتش راني عصافر راني واحد دخلت الدومين هذا هكاك قعدت راجل كبير قعدت هكاك فهمتني ولا دخلت للدومين هذا فهمتني ولا هانو راني نخدم لك شوار نمشي لسوسه نخدم هنا في القروان عندي حوين زاد حليته فهمتي ولا في المشيه ولاباس فهمتي. من الحركه نتاعو لا لا لاباس 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 عصفرنا هنا مريقله انا فهمتني ولا سوقنا باهي ان شاء الله يزيدوا فهمتي ولا تتلابينا البلديه وتعمل لنا بلاصه باهيه فهمتي ولا بلاصه هنا ريقه فهمتي ولا
نكلموا سي بودن باش يعمل لنا بلايصه باهيه حتى حدا جامع الكبير وين كل الوحده نتاع المصحه هذيك اللي يقراو فيها تلامذه بلايصه باهيه بلايصه واسعه يعملوا لنا غادي نوليو غادي مرسمين في الدنيا امورنا مريقله. يعني هذاك اللي نطلبوا منه تو هنا كتب الدنيا ضيقه والكراهب فاميليا كاملة الأم إن شاء الله والأخ غشة غشة وين يا ربي يبارك جبنا أنت وذكر معهم زوج صغار والعمل على الاخر على تتوذي غرام غرام اي غرام الرب العصاف ونبيع ونشر غرام في السوق ما جيتوش السوق الكل دورتها القروان ما رطيت حتى سوق السوق الكل حاضر فيه فهمني بيع ونشر هذوما مركدهم في الدار طلعوا تنتجت منهم واخر دنيا سوق انت ما عادش تساعدني العصافر نبيع شو الاسوام شو تطلع تهضر اسوامكم مره وسوقنا نحن القروان لا تشكر للذم تتاثر بكورونا العصافر ولا والله اعلم عند العلم عند ربي عند كورونا عند العصافر العلم عند ربي كي. اما كسوق يمكن الكورونا الجو العام اي الجو العام من المرض من الكوفيد هذا العباد خايفه والعباد زاد مصروف رمضان واحد ناس في مضاعضة ربي يسر حالنا وكاو ربي يسر عقبتنا وكاو نمشي هذوما برا وحدهم برجوليه خير العباد اللي هنا اشتريت كارتي. يا دبالو قطعت الحيط غادي لقيت بيع ما لقيتش سيرة واحد سيرة. بيع اضرب بيهم اضرب بيهم انا حريت اللعب. عطيته 35 شوف. ماك غراي كذاب. ثلاثة ونص. عندي. برا 40 ألف 42 45 45 زيد برا بشير زيد يا عم بشير باهي وين زيدكم بعتوا له راسك ها عملوا ب 50 بارك طيب شكون زيت هاي ب 50000 تو قصهم ما لبلاش في بقصهم ما لبلاش راه بينا قصهم ها كيفاش مش بقصهم شويه بقصهم شويه احنا تو نسيبو في البيعه كامله راه البيعه كامله زيد هاي ايه احنا نسيبو في البيعه كامله شنو هاد البيعه كامله ما يصيرش كيفاش سايبو بين 55000 مهزهم كلمه نتاع رجال 57 اخذهم ليش ما مفرق؟ أربعة فروخ وانس. هذا البيع بتدي. أربعة فروخ وانس. كتير الرجل. برا سيب. ستين برا تيه. برا تيه خمسون ستين. بس حصلهم للمية إحنا. برا سيب وستين بيع لعطيه. إن شاء الله يربح. شربوا يا رب. هذاك اللحظة قالوها حاجة. نعطي كلمة كيف جبت عصافر عندك هذوما مرقدهم وحبيت تبيعهم ايه بعت تذكر وجات بعت الأنثى وصغار هو قلق منهم شوية وراضي هكا تحس روحك راضي بالسوق دي كهو اللي بشي ربي يخلي الله يبارك له كهو انت بديت اول ما بديت انت استفتحت معنا فحليت حليت اللاعب خاطر باش ياخذ يغزروا له باش يعطيوه بالعين اش باهي زاد البكمر هذيك بكمر لازم تحل اللعب باش تشوف شكون يخلصوا قلت له سيب ان شاء الله يربح خاطر ما عادش يزيد حد بخل في 60000 ما عادش يزيد حد بدليله هكا لازم بدليله لازم هذاك يشري ها تو زادوا عملوا بلاصه اخرى غاديك يحبوا يشريوه قلت انا وصلت له 60 باهي فهمتني ان شاء الله يربح هذاك هو السوق لازم نحلوا اللعب باش هذاك ياكل هذاك ياكل هذاك ياكل انت وصيت في الحكايه ولا لا مش وصيت صاحبي لازم ناخذ خاطر انا عندي السلعه راه وهو مازال جديد انا قديم شويه مش برشا اما لازم نوريه
جديد يحصل هنا بتبيع؟ والله منديف لهنا، والله منديف. كيفاش لنفه تتبيع؟ تتبيع فرخه ما تبيعش انت. تبيع جدره لهنا. انا يقول لكم شنبيع على الكنثه توا في الوقت هذا، راه وقت فروخ مش وقت انت. العام الجاي تحب تاخذ في العام في الراس العام تاخذ وقتها تبدا تاخذ، مش تاخذ تو يقول لك الانثى بيه حاضر ويمشي حاضر، حرام ريش. تم انواع تاع صفر محميه معنا ممنوع بيعانها، كيفاش تعاملوا؟ تم مشاكل فيها شويه مشاكل مع الحاكم مع الديوانه، اما تتبيع تتبيع بالخفيه، تتبيع توصل زاده حتى بالمواصل توصل، ما تجيش للسوق اما توصل. تم واحد ما عندوش عندهم كلها عند يقول لك ما تخرج البر بتبيع تبيع ويجونا من برا زيد يوسف من برا يوسف. هذا سوق ذي عالمي ده. هذا عالمي، هذا تسميش عالمي تسمى شدني دين وكهو اللي حب يمشي يشوف السوق يشوف الأسواق الآخرين. نحن معني السوق نحن نجي نغزو بالعينين ونمشي راه. شنو اللي خليه ما كبرش السوق؟ من عينين العباد والحقد العباد. الغرام بعينك اهو، الغرام مش قاعد ماشي، مش اللي انت عندك غرام جيت تتفرج وتروح برا هز كوبر ربي حطه في دارك وشي خالي لا اكثر لا اقل، ما فيها ما فيها شيء الحكايه هكيك معناها. جيت تتفرج تقيا ما اش حتى اللهم صل على النبي ما تقالش لهنا. انت معناها تغرمت ربيت عصافر؟ تغرمت وربيت وعندي العصافر في الدار وحسيته ما كملش خاطر ما نجمهمش. ليه عندهم مسعبير؟ هذوما مسعبير برشا هكا هاو، تحب تشيخ على الحاجه باش تعطيك راك توسع بالك، لازمك توسع بالك، لازم تشيخ عليهم. عندك سويعه اثنين تبقى بحذاهم هما، تنظف لهم ماكلتهم كل شيء كطفل صغير. ثم كلمه قلت انت ما يصليش على النبي، ثم عين اي لا بيد ما تصليش على النبي يعني بالحق. يجي هك تشوف ثمانيه داروا بالواحد، واحد بركه صلى على النبي، ثمانيه داروا يشوفوا بعينهم واحد بركه صلى على النبي، واحد بركه ويتاذى من العينين. يتاذى من ما يتاذيش بكمه اش بيك، ولحمه في اربع فروخ لحمه كيك مش باهي العين كاب. الله رب الله صلي على النبي. الحمد لله اللهم صلي على النبي. الله يبارك فيك تعالى بالرب. Thank you.